الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى شعب الإيمان، رأى المصنف بسنده إلى بشر يقول: أوحى الله عز وجل إلى داود: يا داود لا تتخذ بيني وبينك عاملا مفتونا فأصدك بشكره عن طريق محبتي أولئك قطاع طريق عبادي. وأيضا عن محمد بن عبد الله الشيرازي الصوفي يقول: سمعت أبا زرعة أحمد بن محمد الفضل، إلى أن ذكر بالسند إلى الجنيد يقول: سمعت الحارث المحاسبي يقول: لا يرد يوم القيامة أكثر حسرة من رجلين: عالم لم ينتفع بعلمه وزاهدا أكل الدنيا بدينه. وفي رواية عن سفيان: تعوذ بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وأيضا قال سعيد: قال شعب اتقوا الفاجر فتنة اتقوا قال شعبي اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين، فإنهما آفة كل مفتون. وفي رواية عن منصور بن زازان: نبيت أن بعض من يلقى في النار ليتأذى أهل أبريحي، فقال له: ويلك ما كنت تعمل، أما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتنا رائحتك؟ فقل: إني كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. وفي رواية: طال فيها على في جهنم لواد تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم 7 مرات، وإن في الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم 7 مرات. كل هذه غيبيات تحتاج إلى أدلة. نعم. وإن في الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم 7 مرات، وإن في الجب لحية لحية آسف وإن في الجب لحية 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 يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم 7 مرات. ما بك تبدأ بفسقت حملة القرآن ليقولون: أي رب بدأ بنا قبل عبدة الأوثان، قيل لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم. طبعا عبدة الأوثان هم أكثر أهل الأرض، يعني هؤلاء في نهايتهم إلى الجنة، فكيف يقال بأنهم يبدأون؟ هذا أيضا يحتاج إلى يعني كل هذه الروايات كلها تحتاج إلى أسانيد صحيحة، وتحتاج لأنها غيبيات، فتحتاج إلى رفع، أن يكون الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون الأمر مرفوع. أيضا عن السري بن المغلس قال: سمعت بعض الحكماء يقولون: ويل للقائلين بالحق العاملين بالباطل، الذين قالوا الحسنات وعملوا السيئات، كيف يشنأهم قولهم إذا خالفوا أمر الله عز وجل فنزلوا بأعمالهم منازل المجرمين. يعني كل هذه الروايات طبعا كلها يعني، ولأنها كما قلنا ليست بصحيحة، وأنها تصل إلى الكلام على جهنم وفي جهنم والغيبيات، لكن الحق أن الكل ينصب في أمر مهم جدا، وهو أمر أنه يشين جدا بالعالم أن يتعلم ولا يعمل بعلمه. العالم الذي يفقد هذا العلم هو العالم الذي لم يتقن العلم ولم يتعبد به لله جل في علاه، وهذا هو الذي يضرب به المثل، كما قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. وهذا الذي يعني اتخذ الدين تكئة من أجل الدنيا، وكما قال الإمام الثوري قال: هذا العلم شريف، من أراد به الدين أخذه ومن أراد به الدنيا أخذها. والإمام الثوري كما تعلمون إمام فحل يعلم هذا الباب، ولأن العلم شريف والناس جميعا ينسقون إلى العلم ويأخذون به، فإنه قال: من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. والإشكال كل الإشكال أنه يريد به الدنيا لا الآخرة ولا يعمل به، ولأنه عيب على العلم على المتعلم أن يتعلم دون أن يعمل، ولا يمكن أن يثبت العلم في قلبه بدون العمل، لأنه ورد عن السلف بأسانيد صحيحة أنهم كانوا يقولون: نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا وإلا ارتحل. وأنت ترى حتى في شكر الله جل في علاه، والله يقول:
اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فإنها دلالة واضحة على أنه وجب العمل بالعلم ووجب السعي سعيا حثيثا على تطبيق هذا العلم الذي يتعلمه الإنسان بالعمل، وأن يسارع في تطبيقه بالعمل. ولأن الله جل وعلا يقيم العبد بمصارعته في مرضاته بالعمل، لذلك كما قلنا الصحابة الكرام كانوا لا يتعلمون لشهوة العلم، يتعلمون للعمل. والحق أننا نقول الآن العلم ليس مقصدا لذاته، العلم ليس مقصدا لذاته، بل العلم وسيلة إلى مقصد عظيم هو تحقيق توحيد الله جل وعلا، تحقيق قضية الكون الكبرى، وهذه لا تكون إلا بتطبيق العلم بالعمل. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عندما قال له، عندما رأى الرؤيا وقالها وقصها على حفصة، وحفصة رضي الله عنها وارضاها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم الرجل لو كان له من الليل، نعم الرجل لو كان له من الليل. فالأصل في ذلك هو السعي الحثيث إلى العمل لدين الله جل في علاه، والعمل بدين الله جل في علاه. وروى المصنف أيضا قال عبد الرحمن المهدي كنت أجلس في المسجد الجامع يوم الجمعة فيجلس إلي الناس، نعم فيجلس إلي الناس، فإذا أكثروا فرحت، وإذا أكثروا فرحت، وإذا قلوا حزنت، فسألت بشر بن منصور فقال هذا مجلس شر فلا تعود إليه، فما عدت إليه. وهذه من أعظم ما تكون تعليما وتعليما وتدريسا لطالب العلم المكلف الذي يريد الله جل وعلا بعلمه، هو أنه لا ينظر للناس كثرة أو قلة، لا ينظر لطالب العلم كثرة أو قلة، بل ينظر هل بلغ ما أعطاه الله جل وعلا ومنحه من الخير فشكر الله على ذلك بتبليغه أم لا. وهذا دائما كنت أقول الأفضل في ذلك أن ينظر المرء للقلل، ما ينظر للوجود أو غير الوجود، لأن هذا لا يعنيه ولا يشغله، ومسألة القبول وغير القبول هذه من فوق العرش. ولذلك كان كما قلت الله تعالى قال عن إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، لما الجنين في بطن أمه يسمع نداء إبراهيم عليه السلام، هذه معناها أن المسألة في توفيق الله تعالى، هو الذي يوفق في مسألة نشر علم الإنسان أو عدم نشره. لما يموت الإمام النووي 44 سنة والله جل وعلا يجعل علمه ينتشر في الآفاق، هذه من الله جل وعلا. النووي كان بركة مع صغر السن والموت صغيرا، ومع ذلك نشر الله خيره. صحيح مسلم شاهد على ذلك، رياض الصالحين شاهد على ذلك، التزامه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفعته إلى السماء، وأيضا كان من المحررين. وهو أنت ترى بأن الإمام أنه في كتاب روض الطالبين من أعظم الكتب نفعا في المذهب، لكنه لم يشتهر بها، هو مشتهر حتى منهاج الطالبين الذي شرحناه قبل ذلك أيضا لم يشتهر به النووي شهرة إلا عند أهل المذهب، لكن الشهرة التي وصلت إلى السماء الإمام النووي بسبب صحيح مسلم ورد الصالحين والأربعين النووية، بسبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ارتباطه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل الله البركة في وقته. فإذا المرء لا ينظر إلى من يستمع له أو من لا يستمع له، والكثرة الكثيرة أو القلة القليلة، الأصل في ذلك هو كان الله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل، ما كان الله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل، هذا الأصل في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين المخلصين. نعم. وعن شعبة قال ما رأيت أحدا يطلب الحديث أقول إنه يريد به الله إلا هشاما الدستواء يعني، فكان يقول ليت أنا ننجو، أنا ننجو من هذا الحديث كفافا لا علينا ولا لنا. قال شعبة فإذا قال هشام هذا فكيف نحن. وأيضا ورد عن أبي إسحاق أنه قال للشعبي عامر بن شرحيل قال وددت أن أنجو من علمي كفافا. قال شعبة ما أتى علي شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار غيره، يعني النية، المسألة على النية. فانظر يقول ليتني خرجت منها كفافا، يعني فقط أنشر العلم بين الناس وأكون لله وحده لا شريك له، وأكون لله وحده لا شريك له. وهذا أمر جلل صراحة، فيه ما فيه من الخير الكبير الوفير العظيم، بأنه يجدد النية دائما أنها لله جل في علاه، ويسعى قدما مخلصا
لله جل في علاه. القبول هذا من عند الله، ومن كتب الله له القبول فمن عنده. فإن الله إذا حب عبدا نادى بالسماء أن يجبري إنه يحب فلانا، وإن الله إذا حب عبدا حببه إلى الملائكة وحببه إلى الأخيار من عباده سبحانه جل في علاه. فلذلك نقول على العالم أن يستديم نظره وبصره إلى ما يرضي الله جل في علاه، ولا يشغله الكثرة ولا القلة. ولذلك عبد الرحمن المهدي لما قال له بشر بن منصور قال هذا مجلس شر، لما؟ لأن الرياء اعتراه، يفرح بالكثرة ويحزن للقلة، فهذه مادة الرياء، فهي إشارة إلى أن النظر هنا ليس نظرا إلى السماء، ولابد أن يكون المرء ممن ينظر إلى السماء لا إلى الأرض. الفوائد المستنبطة: ليس شيء أنفع للمكلف عند ربي من الإخلاص. زينة العلم الحكمة وأفضله العمل به. من أكل بدينه خسر دنياه ودينه، من أكل بدينه خسر دنياه ودينه. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.